بلاغي اللي جاب دجال ساكن في المقابر بيستدرج الستات وينيمهم. قال ايه؟ بيطلع لهم العفاريت. ايوه يا فندم، ضحيه من ضحايا هي اللي مقدمه فيه البلاغ. تمام يا فندم، لقينا الاثنين مقتولين. تمام سعادتك، هجيبه لسعادتك. حاضر يا فندم، حاضر. انت مرضتش تقابلني ليه لما جيت لك؟ ما كانش مكتوب لي اجابلك. وديني قابلتك وغصب عنك. بقت لي ناس مالها الذنب؟ ما كانش مكتوب لهم يعيشوا. واحمد ربنا انها جت لحد دول وبس يا شيخ خلف. ولا تحب اقول لك يا باشمهندس حسن؟ ابوك الشيخ عبد العزيز شيخ جامع، وبلدكم المنظره مركز منفلوط، صح؟ ومراتك واولادك يا عيني ماتوا في حريقه، وانت يا حرام ما استحملتش، خدت في وشك من جامع لمقام لزاويه وال اكمل؟ كملي. مش مهم التفاصيل، انا بس حبيت اعرفك اني اعرف عنك كل حاجه. حياتك كلها عندي، بس باين عليك طيب وغلبان قوي يا راجل. حد يبقى عنده نعمه زي دي ويروح يقعد في المدافن؟ ويا ريتك عارف تقلب رزقك فيها، الا واخدك الحنيه قوي على الغلابه بتعالجهم ببلاش. انت عايزه مني ايه؟ عايزك ترتاح وما تفكرش في اي حاجه، وبعدين نتكلم. اسيبك على خير. رايد ربنا. بعدين معاك يا زمان، انا بحسبك يا زمان ممكن تراعيني. أتاريك بيشديك جوي صوتي ساعة ما بقن، أنا متلع عندك معايا لم ترى عيني. لكن بعود وامتسل وأقول مسير يكن. Thank you.
اتفضل يا شيخ خلف. شاي ولا عصير؟ ميه. هتحتاجها برضو. خد شوف كاتبين عنك ايه. البوليس قلب الدنيا عليك وانت مستخبي هنا. ريح روحك، مش هتقدر تأذيه. مهيون اليهودي طلسمك، نجش على جلدك وما سابش سنتي واحد. يعني ما تتعبش روحك. بقولك ايه، ما تروح تاخد دش وتغير هدومك وتروق كده شوي، عندنا شغل كتير قوي. بقولك الشيخ ده مش سهل، ده غير أي حد اتعاملنا معاه قبل كده. هيعرف ينجز يعني يا زهرة؟ الدنيا غمقت على الآخر. إن شاء الله هنوصل، أنا متأكدة إننا هنوصل. يا أهلاً يا أهلاً، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. ها. في شيخ بقى؟ فكونا من التخاريف هذين. أخوك ورا البضاعة في زراديب وراها في بطن الحوت، أنا ماليش دعوة، أنا ليا اللي دفعته يردلي، يردلي بضاعة، يردلي قروش، المهم يردلي. هترجع، إن شاء الله هترجع، وبإذن الله بعد أسبوع واحد كل حاجة هتبقى تمام. حاجة بتقول أسبوع يا حاتم بيه؟ ها؟ كمان أسبوع إن شاء الله. أقل من أسبوع كمان. البنوك بدأت تحجز على الشركات وعلى المصانع. أخويا قادر الله يرحمه كان. الله يرحمه. حسابه عند ربنا وحسابنا احنا معاك انت. الأسبوع نخليه اتنين وهوك يبقى واجبك خلص. ثانية. ألو. ايوه فريدة. ايه؟ طيب طب ليه ما كلمتيش الدكتور شوقي؟ طيب 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 انا جاي 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 خلاص ما تقلقيش جاي. سلام. هضطر امشي. كريم ابن فريدة تعب بس شويه. خدني على سكتك يا حاج. اتفضلي. ربنا يشفي هيلكم يا رب. يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
يا سلام، هي اللي طلبتك؟ بتقول ايه؟ هي اللي قالت لك تعبان قوي؟ لا، ده انا بقى اللي هاجي واطمن عليه. مع السلامه. ما هو بص بقى، انت لازم تفهمني هنسدد الديون اللي علينا دي ازاي. يا ستي هنسدها، ما تشغليش بالك انتي، وشوفي لنا حاجه نشربها. فاتن، فاتن. نعم يا هاني. اتنين اورانج جوس. حاضر. وحاتم خلاص ضمن انه هيكوش على كل حاجه؟ مش هيلحق. انت بتتكلم كده زي ما يكون عارف حاجه ومخبيها عليا. ايه، فريده قفشت على حاتم؟ وفريدي، ما انت دايما ده. ما هو ايه، ما هو ايه يا رانيا يا حبيبتي؟ بس ما توجعيش دماغك انتي، واشربي العصير. رايحة فين يا طماطم؟ هتطمن على كريم. لا، طالما هتطمن على كريم يبقى نطمن عليه سوا. ايه، نقعد نشرب العصير مع بعض. لا يا حبيبتي، اشربي انت العصير وانا هبقى اجي اطمنك. يلا نطمن على كريم. ما بتاكليش ليه؟ هاكل اهو يا حاج. حاج؟ حاج ايه؟ قولي يابا، مرات الغالي تبقى بنتي، فاهمة ولا نعيده تاني؟ حاضر. يا عم الحاج. مين يا اللي هتخبط؟ أنا حسين يا عم الحاج. أخو حسن. ادخل يا ولد. مصيبة يا عم، حسن متهم بقتل اتنين وبدوروا. مين دي يا عم؟ ملكات صالح، ضيفة هتقعد عندي يومين لحد ابوها ما يعاود. يعاود منين؟ انت حشري ليه؟ انت جاي فيه ولا فيه؟ خليك في الخربطة اللي هتقولها دي. اهي يا عم، اهي صورته. ها يا دكتور شوقي، اتأخرت ليه؟ طب ممكن لو سمحت تيجي بسرعة؟ لو سمحت. بعدين يا فريدة، هينفع اللي انت عاملاه ده؟ ولا انا فيه ينفع؟ مش قادرة ألمس ابني. معلش، الصبر. أنا كلمت الدكتور شوقي وهو جاي دلوقتي حالا. أنا كمان كلمت الدكتور شوقي من ساعة وقال إن هو جاي حالا. على ما يجي بقى هيكون كريم. فريدة، وبعدين مش عاوزين الأفكار السودة دي. إن شاء الله كريم هيبقى كويس. مش قادرة، مش قادرة، تعبت خلاص، تعبت وابني تعب والله، مش قادرة. سيبت اعصابنا يا دكتور،
اتأخرت ليه كده؟ خير بس يا حاتم، ايه اللي حصل؟ كريم ضغطه وطي وحرارته ارتفعت جدا. ده من امتى الكلام ده؟ من حوالي ساعة كده تقريبا. اتفضل يا شيخ خلف. خد دوق دي كده من ايدي. بعدي. اديني بعدت خالص اهو. شيخ خلف الحكايه فيها رزق جامد قوي. حاتم ناوي يديلك مليون جنيه مكافاه، ولو اني شايفه انك تستاهل اكتر، لكن مش مهم. مليون جنيه ناخدهم، مش قليل. ولا 10 مليون، ما الزمونيش في حاجه. لا هلبس جلابيه فوق جلابيتي، ولا هاكل لقمة أكتر من اللي قسمها لي ربنا. بص بقى، ما أنا مش حاضر أجيب لك أكتر من 2 مليون. تمن دم زينهم ومتولي. شيخ خلف ما تطمعش، صحيح إحنا محتاجين لك، لكن خليك حنين معانا. ده أول بيزنس بيني وبينك، يعني نهدي اللعب ونشتري بكرة. واتنين مليون مبلغ مش قليل. اتنين مليون مبلغ مش قليل، معك حق. يبقى اتفقنا، نقوم بقى نروح للناس اللي مستنين. يلا يلا يا شيخ خلف. يا ساتر، ده انت صعب قوي، بس قلبك حنين. اغير هدومي. ايه يا فريدة، طمنيني الدكتور قال لك ايه؟ خير ان شاء الله.
خير يا حاتم بيه؟ الحقيقه نزول الضغط بالصوره السريعه دي موضوع خطير جدا. انا اديته حاجات ترفع الضغط بسرعه، لكن الحقيقه الموضوع يخوف. ربنا يتولاه برحمته. دكتور. نعم. انت تقصد ان كريم ممكن يجرى له حاجه؟ دي حاجه مش بايدينا يا حاتم بيه، دي حاجه بيد ربنا. لكن الاضطرابات المستمره والسريعه في كل اجهزته دي حاجه تقلق. انا نفسي مش لاقي لها سبب. عموما هنعمل تحاليل جديده، ربنا يستر. ميرسي يا دكتور. وانا اللي فاكرك طيب ومالكش في العوق. فوق يا شيخنا، عيش لك يومين وتمرمغ في اليغمة. العوج اعوذ بالله منين؟ ما عرفوش. واليغمة اللي بتتحدث عنها دي انا شايف انك مش مالية يدك منها ومالكيش كلمة فيها. يبقى انت لسه ما عرفتنيش. امشي ورايا وانت تشوف. ما جربتش امشي ورا حرمة. حرمة ايه؟ ما تعرفش غير السرقة والقتل والدم. لو عقلك بيقولك انك ممكن تلعب معايا فانا ممكن اوريك الويل اللي عمرك ما شفته في حياتك. جربي. ادخلي نامي. خلي عينيك مفتحة. يمكن ما تغمضهمش مرة يا واصل. فريدة انت لازم تاكلي، لازم تاكلي عشان تقدري تقفي على حيلك. كده بتصعبي الامور عليكي. انا مش عارفه اعمل ايه. ده انا ما لحقتش اصحى من مصيبه موت قدري، اصحى على المصيبه اللي فيها ابني كده. الموضوع ده مش على دماغك انت بس يا فريده، الموضوع ده على دماغنا كلنا. بس انت لازم تبقي اقوى من كده. فريده انت عليكي مسؤوليات كبيره. على فكره اخواتك كلهم بيتمنوا موت كريم. اوعى تفتكر ان انا مش فاهمه. لا انا فاهمه، بس يغور كل حاجه. سيبوني في حالي بس. اهو ده كلام يسد النفس. مفيش مخلوق يا فريده يقدر يقرب لك طول ما انا موجود، لا انت ولا كريم. انا عارفه. معلش انا اسفه، انا متضايقه بس وبفضفض. انا عارفه انك ما سبتنيش لحظه. ربنا يعلم يا فريده انا شايل همك قد ايه. مش عايزه اخليكي تحسي بموت قدري ولو للحظه واحده. ايوه كده اضحكي بقى. طبعا في فلوس كتير مستخبيه، ومش فلوس بس، ده في حاجات تانية كتير، وفريده بس هي اللي عارفه طريق الحاجه دي فين، وعماله تلصم في كريم لحد ما تسلك اللي عايزه تسلكه بعيد عن التركه. احنا لازم نعرف طريق الفلوس دي مستخبيه فين. انت بتتكلم كانك عارف ان كريم خلاص هيموت بكره، ويمكن الليله او بعد سنه. هنستنى بقى لما تبعتر هي كل الفلوس دي وما نورثش غير ديون البنوك؟ (تصفيق)
ايوه فريده، ايوه جبت التحاليل، بس انا وصلت البيت اغير هدومي بعد كده هرجع لك. يلا طيب سلام. حاتم عاوزك. طب ما انا كمان عاوزك. انا رحت جالي علم وعرفت انك اشتريت صبري واللي معاه. اسمع بقى، الاوراق كلها اللي جابها لك صبري مضروبه. وانا بقى اللي ضاربها؟ لا، محدش قال كده، المرحوم هو اللي ضاربها. دي الاوراق اللي كان بيصدرها للحكومه واللي انت وصبري عايزين تصدرها لنا. فين فلوس قدر يا حاتم؟ ايوه يا زهر. نخلص منه نقتله؟ ده ايه؟ انت اتجننتي؟ اقلب بينا العربية يا بيه. جرى لك ايه يا حاتم بيه؟ شفت عفريت ولا ايه؟ انت دخلت هنا ازاي؟ فتحت الباب ودخلت. وعر اياك. هربت ليه؟ خفت من زهرة هان، عايزة تقتلني. تقتلك؟ المرة دي باين عليها مش طبيعية، الزهر عليها اتدبت. لا لا يا شيخ خلف، انت بس اللي مش عايز تفهمه. زهرة لا عايزه تقتلك ولا انا عايز اذيك في حاجه. احنا كل اللي عاوزينه منك مساعده انسانيه. احنا بنعمل عمل انساني كبير قوي يا شيخ خلف، وعايزين خدمتك معانا. والعمل ده احنا لو ما كملناهوش في ناس غلابه كتير قوي هتضطر، وانت راجل خير وبركه. ما ترضى عننا بقى يا شيخ خلف. حاشا لله يا بيه. ايوه فريد، انا جايب التحاليل وجاي. معايا التحاليل. اوكي باي. مشوار بسيط كده بس يا شيخ خلف، ونروح نعمل مشوارنا وهرضيك يا سيدي. Thank you.
متأخر عليك يا شيخ خلف. ها بقولك يا شيخ خلف، ما تروحش كده ولا كده. انت لقيتني في عربيتك يا بيه، اتوكل على الله. بقولك يا شيخ خلف، ما تيجي تقرا لنا كام صوره كده عشان. اتفضل اتفضل. مرحوم اخويا عنده ابن عيان قوي، عايزك تقرا له كام صوره كده عشان ربنا يشفيه. اتفضل. دقيقة واحدة مش هتأخر عليك. ده راجل صالح، ناس طيبين دلوني عليه، قلت اجيبه يقرا شويه قران لكريم يمكن. نعم تعبتك معي. عيب تقولي كده، كريم ابن اخويا انا زي ابني بالظبط. شيخ خلف اطلع يا شيخ خلف. بسم الله. يلا خش انت اوضتك وانا هقف معاك. يلا امسك يا ستي كمان، دي نتيجة التحليل بتاع كريم. مرسي يا حياتي. يلا ادخلي. يلا تصبح على خير. اتفضل يا شيخ خلف اتفضل. بعد اذنك بس يا شيخ خلف هنلبس دول واحنا داخلين على كريم. لا يا شيخ خلف، انت لو دخلت كده على كريم ممكن يموت فيها. انا هجيب لك كرسي تحطه هنا جنب الباب. تعبك كتير كده وتخش تنام، وانا هخليهم يوضبوا لك اوضه عشان تخش ترتاح فيها. عايز اصحى الاقيك جاي تليك من نفسي يا بيه.
والعلي نور.